السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديو القناة ديالنا سولو اس في تي. دائما في اطار تصحيح مبارك التعليم ديال 2022 وصلنا للسؤال 41 في مادة التخصص اللي هي الاس في تي. وتبع معايا مزيان. ان سيستيم اون ميديتيراني ا ايتي انريجستري دون 4 ستاسيون سيسميك. واحد الزلزال، الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ امة المسلمين والمسلمات، وعزاؤنا واحد الاسر ديال الضحايا زلزال الحوز، الله يرحم اللي ماتوا والله يشافي الناس اللي مازال مراتين. هاد الزلزال اللي في الميديتراني سجلناه في 4 د لي ستاسيون. هاد السؤال ساهل، تخدم عقلك شويه، راه كلشي عندك. والادهى يعني بنادم كيقويو عليك الوثائق الضخ. انا ممكن نجاوب على هاد السؤال غير من هاد الوثيقه واحد، وممكن نجاوب عليه غير من الوثيقه جوج باش نتفاهموا، وهما عاطينك بجوج باش بنادم تقدر يدوخ. المهم تبعوا معايا. عندي 4 لي ستاسيون، كل وحده عندها سميتها ال ار جي، هي هادي ال ار جي، كاينه اف ار تي، كاينه ال ام ار، وكاينه سي في اف اف. سي في اف. دابا نمشيو نشوفوا الدوكيمون الاول. هاد الدوكيمون الاول مثلا كيقول لك في هاد الستاسيون، هاد ستاسيون ال ار جي، ها اللحظه اللي وصلوا فيها الموجات بي، وها اللحظه اللي وصلوا فيها الموجات اس. فوالا ها فاش كيمشي عند الاف ار تي كيقول لك سيدي ها اللحظه اللي وصلت فيها، مفهوم، هي هادي بي، وها اللحظه اللي وصلوا فيها اس. فاش كيمشي عاوتاني عند الام ار ار، ها اللحظه وها اللحظه. فاش كيمشي عند السي في اف، ها اللحظه عاوتاني ديال بي وها اللحظه ديال اس. ما شغلناش حنا، نزيدو من بعد. الا خفتي تغلط ولا شي حاجه مثلا، ها هما زادوا لك سيتي. شنو قال لك؟ قال لك هاد لي ستاسيون راه سجلنا هادشي اللي عطاونا لي ستاسيون، كل وحده عندها بي و اس، بي و اس، بي و اس، بي و اس. دابا فاش كنجي نشوف كنلقى كلهم وصلوا مع 10، لي زوند كاملين وصلوا مع 10 و 5 دقائق. فين الاختلاف كاين؟ كاين في في في, في الثواني، كل واحد وشنو الثانيه اللي وصل فيها. جيد، شنو غيكون السؤال؟ شي حاجه اكسترا؟ لا، غنتبع دابخي لو دوكيمون او بيان لي دوكيمون، يعني واحد وجوج. لوردر دي ستاسيون سولون لوغ ديستونس بارابور ا ليبي سونتر. فاش كيقول لك هاد سولون لوغ ديستونس بارابور ا ليبي سونتر، راه كاين اللي كيفكر بواحد العمق كبير وكيمشي يقلب على شي حوايج اللي هما ما كايناش، هادي اللي خاصها توصل من الاخرى. لا، راه باين لوردر دي ستاسيون، يعني الترتيب ديال لي ستاسيون حسب بعدهم عن بؤرة الزلزال. En allant de la station la plus proche vers la plus éloignée. يعني هاد البلو ايلواني غيوصلها هي الاخرى. بحال مثلا فاش ضرب الزلزال في اكادير، عفوا في المنطقه ديال الحوز، البؤره كانت في ايغيل، كيقولوا مع الوحده و... مع عفوا مع ال 11 وقسمين، يعني كتفهم ترى 10 دقائق، ماشي في 11 وقسمين ضرب مثلا في قنيطرة ولا ضرب في الرباط ولا لا. وكاين شي بلايص في الشمال مثلا وفي الجنوب الشرقي ما وصلهمش كاع الزلزال. علاش؟ لان ديك الزلزال عنده واحد القوة، وهذيك القوة كتمشي كتنطلق من البؤرة وتتبقى غادة، كتشد الطريق من البؤرة، كتشد الطريق على واحد الشعاع وكتبقى غادا، كتوصل لمناطق مختلفة ولكن في أزمنة مختلفة ومتقاربة، ماشي بيناتهم، فهمتي؟ ماشي الفرق ديال ساعة كاع بزاف، واش مفهوم؟ دونك الفرق كيكون ضعيف بزاف، يعني بعض الثواني، بعض الثواني إلا بغينا نقول. فهنايا فاش كتوصل مثلا، فاش كتضرب الهزه، توصل الهزه الاولى مثلا للدار البيضاء،
وهي جايه من ايغيل توصل للدار البيضاء الهزه الاولى، وكتكمل الطريق ديالها مثلا غدا الرباط وقنيطره الى اخره، فراه كتكون الضربه الثانيه ضربات وجايه عاوتاني من موراه، مفهوم؟ ولكن هنا راه هادشي اللي تنقول لك راه في واحد المده زمنيه اللي هي صغيره. فباش ما نطولش عليكم، هنا مطلوب منك ترتب من لا بلي بروش للستاسيون لا بلي لون، يعني من اقرب وحده الابعد وحده، وبالتالي اقرب وحده هو اللي غيوصلها الاولى، واصغر وابعد وحده هو اللي غيوصلها الاخرى. ففاش كنجي نشوف، ميمكنش نعتمد على الساعات لانهم كاملين بحال بحال، وميمكنش نعتمد على الدقائق لانهم كاملين بحال بحال، ولكن يمكن لي نعتمد على الثواني. اذا فاش كيقول لك هو لا بلي بروش، يعني شكون هي الاصغر في هذه المدد الزمنيه؟ راه صغيره فيهم هي اللي غيكون وصلها الاولى، وما غاديش نمشي نرتب على اس، غادي نرتب على بي. علاش؟ لان بي دائما كيوصلوا هما الاولين، فسواء انطلقت من الوثيقة واحد او الوثيقة جوج، راه غادي نحصل على نفس النتائج. مثلا فاش كنجي هنا، شكون هي لا ستاسيون اللي كيبان مثلا هنا 10 سكوند؟ شكون؟ ما كاين حتى حاجه، ولكن من مور 10 سكوند شكون اللي وصلها الاولى؟ راه كيبان لنا هادو هما الاولين. فوالا، الا طلعنا واحد الخط مستقيم كيبان لنا هاد لا ستاسيون سي في اف هي الاولى. اذا فاش كنجي نشوف كنلقى هاد الاختيارات، هذا ما كيبداش بالسي في اف، وهذا ما كيبداش بالسي في اف، غادي نحيدو. اشنو من مورا السي في اف؟ هذا هو السؤال، اشنو من مورا؟ دابا صافي رتبتي السي في اف ببي ونساها، حيت ما يمكنش عاوتاني ترتب بها باس، واش مفهوم؟ يا اما تاخذ بي يا اما تاخذ اس، ومن الاحسن تاخذ بي. الوغ شوف معايا، من مور هادي، من مور السي في اف اللي قلنا كاينه في الاختيار دي والاختيار، شكون كيجي؟ ما نمشيش نقلب عليهم كاملين، غنقلب غير على مور موراها، واش اف ار تي ولا ال ام ار؟ كتجي هنايا كتلقى بي ديال اف ار تي هنا، و بي ديال اف ديال ال ام ار هنايا، و بي ديال هادي بعيدة عليهم كاع. دونك الا جيتي تدقق وتلاحظ واحد شوية، تيبان لك ان هاد بي هادي زاد زمنيا من مور هادي، مفهوم؟ يعني حتى هاد الكتابة هي كتبان لك هادي سابقة، هادي ديال اف ار تي سابقة ال ار ام، وبالتالي غيكون اف ار تي هو اللي جا من بعد سي في اف. يعني شنو؟ يعني الاختيار بي، مفهوم؟ الا ما بانش لك مزيان، الا بقيتي شاك، كتمشي هنايا. شنو قلنا الاولى؟ قلنا السي في اف، وبلا ما نمشي نعاود نصنف عاوتاني. الوغ هادو كلهم وصلوا من 10 و5 دقائق، ولكن هنا 18 ثانية، هنا 15 ثانية، اذا نورمالمون اف ار تي قبل من، ولكن هنا عندي 16 ثانية، اذا هنا هذا عاد هذا عاد هذا، فاش كنهبط لتحت كنلقى هذا وصل مع 11 ثانية، إذا هذا هو الأول، مفهوم؟ شكون موراه؟ شكون من مور 11 ثانية؟ أكبر عدد، الأول عدد الكبير من مور الثاني، من مور 11 ثانية هو هذا ديال اف ار تي، وبالتالي راه سي في اف كتجي من مور اف ار تي، سي في اف كتجي من موراها عفوا اف ار تي وليس العكس، وبالتالي هذه العملية أو هذا الاقتراح كاين غير في بي وبي، إذا هو الجواب الصحيح. بلا ما نمشي نقلب على الآخرين، حيت ما عنديش سي في اف، عندي وحدة ومرة وحدة اللي جات من موراها اف ار تي، دونك غادي ناخذ الاختيار بي هو اللي فيه هذا الشيء اللي توصلت له. نهاية الفيديو، نلتقي في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.